اهلا، السلام عليكم حبيباتي. كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. لي الصراحه كنا جالسين هذا دابا راه العشيه، جالسين نهار كله حنا جالسين في الدار ضاحكين وناشطين مع بعضياتنا، خصوصا اليوم راه جدي اصلا ما كانش خدام حتى هو، فجلسنا وضحكنا ونشطنا ولعبنا، حاولنا نلعبوا مع البنيتات. بالنسبه للبنات ديال الانستغرام راني كنت حطيت لهم واحد ستوري بانه كنا كنلعبوا مع بعضياتنا، يعني بالنسبه لبنات الانستغرام راهم شافوا كيفاش داز عندي النهار باللعب. وهذا كنحاولوا على اساس نبدلوا الجو ديال الديور ديالنا مع وليداتنا، خصوصا وليداتنا. ما حنايا مولفين اننا كنجلسوا في الدار الدنيا هانيه، ولكن بالنسبه لوليداتنا هما اللي جايهم القضيه صعيبه، خصوصا قبيله بنتي صوره البنات بغات تمشي غير للبيسري، قالت لي ماما عافاك عطيني فلوس نمشي نشري شي حاجه من البيسري. يعني هي الهدف ديالها انها تخرج تمشي للبيسري ماشي انها تشري، لان صراحه الحمد لله مخليه زعما موفره لهم اي حاجه زعما تكون عندهم في الدار، وحتى باباهم يعني ما كيبغيوها حتى شي حاجه كيجيبها لهم. غير هي بقوه القنطه اللي قنطات في الدار هذه مروه ماشي زينب، وفاش اكيد فاش سمعتها زينب حتى هي بغات تخرج تمشي للبيسري، قالت لي نمشيو زعما غير نشريو ونجيو. قلت لها حبيبه ديالي ما يمكنلكيش في هاد الظروف تخرجي، راه كاين واحد الفيروس كاين خطير، وهذا وهذا الا ضربك البرد او الا ضربك. انا غير كن زعما كنفسر لها بواحد الطريقه اللي هي سهله مهله زعما ديال الا ضربك البرد وهذا وهذا تقدي تمرضي وهذا وهذا، وداكشي علاش وقفوا لكم دابا المدرسه، خصك دابا تجلسي في الدار وتقراي. ومره عاوتاني تلعبي انت كتلعبي انت خيتك، حيت قنطوك قلت لكم ولو بغاو يمشيو حتى للبيسري ماشي لعاد حراك يخرجوا ويلعبوا في الزنقه اولا نديوهم مثلا لشي بلاصه هكا فين يلعبوا. المهم كي قلت لكم لا فيديو ديال اليوم جالسين ما علينا ما بينا، من بعد ما ضحكنا ونشطنا دابا كلينا وسالينا، قلت علاش ما نجيش نهضر مع البنات. بما ان البارح كيف ما شفتوني فاش خرجت مشيت درت هذاك لا فيديو تشاركته معكم، فشكرا بزاف للبنات كاملين على التفاعل ديالكم في هذاك الفيديو، شكرا بزاف 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 لذاك الكم الهائل اللي عجبو لا فيديو وخلى لي تعليق في اللي خطيكم. اكيد الله يجعلو في ميزان الحسنات المقبول مقبوله ان شاء الله باذن الله. والهدف كان من هذاك لا فيديو باش انني نشارك مع الناس هذيك المبادره باش حتى هما يديروا بحالي. فقط انا دائما كيف ما قلت لكم في لا فيديو ديال البارح، دائما ما عمرني في حياتي ما حطيت شي فيديو اللي فيه بحال هذاك الشكل ديال المبادرات اللي هي كتكون صدقه، لان الصدقه كتكون ماشي هي ماشي حرام انك ديريها علنا اولا مستوره، لان في القران مذكوره بان الصدقه ديريها اما مستوره اما علنا، المهم هذيك كتكون حلال عليك وكتدي فيها الاجر. وانا كي قلت لكم ما عمرني في حياتي ما حطيت شي فيديو بحال هذاك الشكل، لان هذيك الصدقه كتبقى بيني وبين الله، وما عمرني كي قلت لكم ما درتها. ولكن في الظروف هذه خاصنا نجلسوا في ديورنا ما خاصناش نخرجوا، خاصنا نحميو البيوت ديالنا من هذا الفيروس، هذا ما خاصناش ندخلوا لوليداتنا هذا الفيروس، وما خاصناش حنا براسنا نتقاسوا به الله يسر، ما خصش العائلات ديالنا يتقاسوا. على هذاك الشيء فكرت في هذوك مساكن اللي هما جلسوا من الخدمه، فاحنا كنعرفوا بان المطاعم ديجا شدوا، كنعرفوا الكوافيرات حتى هما شدوا، كاينين شي وحدين اللي خدامين عند هكا محل اولا صالون ديال التجميل اولا ديال الحلاقه، خدامين عند مولات الصالون وعندهم حتى هما واحد العائله، يعني هازين هاد العائله وهازين هازين اسره ككل. بغيت نقول لكم نهار اون فوا غادي يتسد هذاك الصالون ما غيبقاش عندها المدخول باش غادي تصرف على العائله ديالها. كذلك كنعرفوا مراه كتخدم في شركه ميناج، كنعرفوا راجل كيخدم سرباي في القهاوي، كنعرفوا يعني كاينين لي سيكوريتي، كاينين بزاف 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 ديال الخدمات اللي هكا كيكونوا كيفاش غنفسر لكم. المهم كيكونوا هكا اون فوا منين قالت لنا الدوله اننا نجلسوا في ديورنا وهادو كيسدوا، فمنين تسدوا باش الناس ما يتجمعوش فيهم وداكشي ما بقاش عندهم المدخول ديالهم، فاكيد الا ما عندهمش المدخول ديالهم فما عندهمش منين غادي يدخلوا واحد طريف ديال الخبز لدارهم. بالنسبه لهادو اللي انا كنهضر عليهم كنتمنى 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 اي عائله عندها شي حد في عائلتها كيخدم هكا وشافته جلس يعاونها ولو حتى بالقليل، يدي لها شنو ما كان
يدي لها القليل، راه صدقه في المقربين اولى. اما بالنسبه للمالي مساكن كلينيكسات، بالنسبه للمالي القهاء اللي كيبيعوا القهوه في البقرج، يعني كيدوروا بهذاك البقرج وتحت منه النافخ، هذاك حتى هو يعني كيبيع كاس ديال القهوه بجوج دراهم اولا بدرهم. يعني كاينين بزاف الناس اللي كيبيعوا هكا بائعين متجولين، يعني الا ما دخلوش واحد الرزق كل نهار، الا ما دخلوش فاكيد ما عندهم ما يصرفوا. هذوك هما اللي كنهضر عليهم، كيفاش غادي نديروا لهم؟ فاكيد اكيد هادو هما اللي كنهضر عليهم. كنقول لكم عافاكم، صيفطوا رجالاتكم، صيفطوا خوتكم، ويمشي حد فيكم كيخرج للزنقه هو اللي يمشي يعطيهم شنو ما كان، شنو ما كان يعطيهم داك الشيء اللي كتب الله، ويقول لهم سيروا دخلوا هكذا لديوركم هكذا. الا دار كل شيء كيبحال هكا فاكيد اكيد اكيد راه حتى شي حد ما غيبقى في الزنقه، وحتى شي حد ما غيتصاب بهذا الفيروس هذا اللي هو خطير 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 لواحد الدرجة اللي هي خيالية. احنا كلنا في النوبة الاولى فاش سمعناه كذبناه، وكلنا في النهار الاول فاش سمعناه قلنا وحقا هذه راه غير واحد نزلة ديال البرد وغادي تفوت، ولكن ما خممناش بان هذا الفيروس هذا راه تيقتل الكبار والصغار واللي ما عندوش المناعة، وكذلك العيالات اللي حتى هما حوامل ما عندهمش المناعة. فهادو اللي غادي يكونوا اللي غادي يقدوا انهم يتضرروا او لا يقدوا انهم يمرضوا بهذا المرض هذا، خاصكم تعرفوا بان الله يسر الله يسر الله يسر شي حد مع عائلتكم يتقاس بهذا المرض هذا سواء كان كبير او لا صغير، فما غاديش تقدوا على انكم تجلسوا حتى معاه. وإلا مات الله يسر وقدر عليه الله ان الاجل ديالو غادي يوفى، ما تقدوش حتى تسلموا عليه منين يكون غادي يتدفن، وما تقدوش حتى تصليوا عليه صلاه الجنازه اللي هي صلاه الجماعه. فتصوروا البنات هذا الشيء كامل راه خطير لواحد الدرجه خياليه، ومهما ان الدوله ديالنا وقفت المدرسه ومنعتنا من الخروج وبزاف ديال الحاجات، الا وهذا المرض هو خطير لواحد الدرجه خياليه. فمن هنا كنوجه التحيه ديالي واكيد بالنيابه ديالكم حتى نتوما للسلطات، كنوجه التحيه كذلك للاطباء اللي حتى هما ساهرين على بزاف ديال الحوايج على الصحه ديالنا، وخدامين كيقلبوا على شي تلقيح ولا شي حاجه اللي غادي يحاولوا انهم يحاربوا به هذا الفيروس. وكذلك قلت لكم على السلطات اللي كتخرج وكتبقى كدور بالصفيطات وبهذا وبليباف، وخدامين كيهضروا زعما بداك البوق خدامين كيهضروا كيقولوا جلسي في دارك ما تخرجيش هذا النهار غتجلسي وغدا يمكن لك تخرجي. يعني تصوروا هادو راه حتى هما كيواجهوا الخطر باش حنايا نكونوا مرتاحين، باش حنايا ما نتقاسوش، باش حنايا نكونوا فرحانين. يعني شفت بزاف ديال الحوايج في الانترنت اللي صراحه تألمت بزاف 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 من هذا الفيروس، وكل مره كنشوف شي حاجه كنتألم، ولكن اكيد غادي نفرحوا من بعد. دابا حنا طالع لنا الدم وقاسين في ديورنا، ولكن الحمد لله هذا الحجر الصحي قاسين في دارنا ومع وليداتنا، اللهم لك الحمد. ماشي راه حبس اولا مجاعه اولا جوع ولا شي حاجه، بالعكس الدنيا هانيه وعايشين حياتنا، غير هو واحد الوقيته محدوده باش يشوفوا واش الناس مقيوسين بهذا الفيروس، لانه ما كيبانش تسويت من بعد من 14 يوم عاد كيبان، يعني باش يشوفوا في هذا 14 يوم شحال ديال الناس مصابين بهذا الفيروس. ولكن للاسف لحد الان 61 حاله، يعني العدد غادي كيطلع واحد شويه. كنتمنى ربي يحد الباس وما يبقاوش كيبانوا عاد يعني علامات واحدة اخرى او لا اعراض واحدة اخرى في ناس واحد اخرين ديال هذا الفيروس هذا. هادشي البنات اللي بغيت نقول لكم بالنسبه هادشي علاش خرجت انا، لان انا خرجت ضروري ولكن دايره الاحتياطات ديالي. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي اسماء ما ديريش الكمامه وما ديريش الليغات لانهم كيشدوا الميكروبات او الجراثيم اكثر، الكمامه ما كتشد لا جراثيم لا والو، ولكن بالنسبه لليغات قريت عليها اهلي كتشد الجراثيم اكثر من اليد، لان اليد كوميم الجلد ماشي هو البلاستيك. ولكن خاصكم تعرفوا بان انا ما كانش عندي واحد المعقم اللي غادي نديرو اشاك فوا في يدي، لان فاش خرجت نشريه ما كاينش حياط مياط، ما كاينش مرجان، ما كاينش في كارفور، ما كاينش في لي بارا فارماسي، ما كاينش في الصيدليات، كاملين هادو ما عندهم لا كمامات ولا المعقم ديال المعقم الطبي اولا ديال اليدين. على داكشي غادي نشارك معكم واحد الوصفه غادي نقولها لكم، واحد المعقم تقدو ديروه هكذا في المنزل ديالكم،
وهو معقم طبيعي، غادي تصنعوه نتوما بيديداتكم وغادي يعقم لكم هكا يديكم. داكشي علاش شتوني درت اللي قالت، لان ما عنديش كي قلت لكم المعقم باش نبقى اشاك فوا نديرو في يدي، وما بغيتش نقيس يدي غير بلا الكول سيك، ما قديتش نقيس بيدي، خفت من شي حساسيه ولا شي حاجه، خصوصا راكم عارفين انا حامله وقد واي حاجه زعما تقدرت تاديني دغيا دغيا. المهم نتمنى انكم تكونوا كتفهموا مني، انا كنهضر معكم البنات عادي بحال راني مجمعه معكم بحال راني جالسه معكم. كانوا كيقولوا لي اسماء منين دايره اللي كات، ما تقيسيش في الوجه ديالك ولا شعرك ولا. المهم الحمد لله نتمنى ان كل شيء يدوز بخير وعلى خير، والحمد لله كان واحد خرجت باش ندير غير الخير، ما خرجتش باش ندير شي حاجه خايبه، الله يلطف بينا. وحاليا حنا جالسين في ديورنا، اكيد ما غاديش نخرجوا، اكيد ما غادي نديروا حتى شي حاجه في الزنقه. بركه واحد هو اللي كيخرج يخدم ويجيب لنا داكشي اللي خاصنا. وبالنسبه لواحد الحاجه شتها مؤخرا دابا، شتها غير قبيله، كيقول لك اون فوا دخل على باب الدار الحوايج ديالك يزولوا قدام باب الدار. انا هذه ما كنتش عارفاها، اون فوا غير دخل على باب الدار تزول الحوايج ديالك وتحطهم، يعني المونطو اللي كنتي لابسه هكذا من الفوق ضروري يزول ويتحط قدام باب الدار. وبالنسبه للصباط كذلك اللي كنتي لابسه حتى هو كيف تدخلي لباب الدار تزوليه وتمسحي له هذاك التحتاني ديالو كامل بجافيل وعاد تحطيه. وداك الساعات منين تمشي اون فوا تزولي ليغات ديالك الا كنتي دايراهم اولا الكمامه ديريهم في بلاصه في داك الساعه في البلاستيك وتلوحيهم حشاكم في البوبيل. ومن بعد تمشي تغسلي يدك مزيان 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 بالصابون مده ديال 30 ثانيه، وكذلك تحكي الضفران ديالك، يعني ماشي غير تغسلي يدك، حتى الضفران كتحكيهم هكا وتحكيهم هكا. انا هاد القضيه ما كنتش عارفه ديال الضفران حتى هي. وبالنسبه للسوارت ديال الدار حتى هما يتقبطوا ويتعقموا مزيان بجافيل وعاد ترديهم لبلاصتهم. والتليفون ديالنا لان غالبا ما كنستعملوا التليفون في الزنقه وكنهضروا فيه وبزاف ديال الحاجات، اون فوا دخلي للدار كتقبطي واحد الشيفونه وكتمسحيه بالخل. يعني هادو هما الحوايج اللي غادي نديروهم، وكيقول لك ما غيقيسك حتى شي حاجه بالنسبه للعيالات اللي كيخدموا في الزنقه، وبالنسبه للرجال كذلك اللي كيخدموا في الزنقه اولا اللي يخرجوا يتسخروا من الزنقه. فكنتمنى يا ربي لما تلطف بينا يا ربي ويزول علينا يهز علينا هذا البلاء اللي جانا. ومن هنا غادي نشارك معكم واحد الوصفه اولا واحد المعقم طبيعي تقدروا ديروه في ديوركم، بما ان راكم ما غاديش تلقاوه كاع في الصيدليات وفي البارا وفي مرجان، هادو ما غاديش تلقاوهم كاع فيهم لانهم تبارك الله تنفذوا. غادي نشارك معكم وصفه اللي هي طبيعيه وسهله، ماهلا فيها 3 ديال المكونات فقط، ما فيهاش مكونات بزاف، فيها 3 ديال المكونات. فيها جيل ديال الالويفيرا كيف ما غتشوفوا هنايا، جيل ديال الالويفيرا هذا هذا مصوب ناضي، يعني غير جيل ولكن 100% جيل بيو. هذا بالنسبه اللي ما عندوش هذا وعنده النبته يقبط النبته وينقيها وياخذ غير الدخلاني ديالها غير لو جيل ديالها. فعندنا هذا، وعندنا زيت شجره الشاي، وعندنا الكول. هادو هما المعقم، هذا هو هادو هما المكونات ديال المعقم، يعني ساهل ماهل. وغادي ديروا داك الساعات نتوما معقم عندكم في الدار، وغادي تبقاو تخرجوه معاكم تديوه معاكم فين ما بغيتوا، يعني ديروه في الساك ديالكم اون فوا تحسوا بقصوا شي حاجه ولا هذا تقبطوه وديروه هكا شويه في يديكم، ما غيقيسكم حتى شي حاجه. بالنسبه للخلطه غادي تشوفوها معايا، غادي ناخذ هكا هاد القريعات هادو. بالنسبه لاي واحد عنده شي قريعه اولا شي بواطه اولا شي رشاشه تستعملها. المهم انا غادي ناخذ قريعه وحده من هادو، كي قلت لكم كاين جيل ديال الالويفيرا، وكاين الكول، وكاينه زيت ديال شجره الشاي. غادي ناخذ الكول غادي نديرو هنايا، انا غادي نحاول ندير النص في هاد القرعه. صافي ها انا درت فيها النص، غادي ندير واحد النقيطه
بالنسبه للبنات لهاد زيت الاساس ديال شجره الشاي، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش ما ديروهاش، ماشي ضروري انها تكون عندكم. المهم جوج المكونات اللي واجبين على انهم يكونوا في هاد الوصفه هادي هي جيل ديال الالوفيرا والالكول، هادو جوج ديال الحاجات صافي. ودابا غادي ناخذ هاد جيل ديال الالوفيرا. بالنسبه لهاد لو جيل هذا البنات، غادي نحاول صراحه غادي يعذبني ملي غادي نبغي ندخلو هنايا. بالنسبه للبنات لهاد الجيل ديال الالوفيرا، غادي ندير تقريبا نص ديال الكميه ديال هاد الكول. يعني مثلا دابا درت نص قرعه، غادي ندير دابا غير الربع ديال هاد لو جيل هذا. ومن بعد ها هو صافي ما ساليتو، كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. راه كيجي البنات داير فوتوكوبي بحال لو جيل، ماشي بحال الماء، يعني ماشي داك ماشي سبراي، كيجي هكا يعني ثقيل شي شويه. اما بالنسبه الى بغيتو ديروه شويه خفيف، كثروا كثروا الكول وخفوا من داك جيل الويفيرا. وكاين بامكانكم ديروا الا بغيتو الخل، حتى هو بامكانكم ديروه، ولكن ماشي بالويفيرا، هذاك ديال الخل والكول بوحديتو هذاك هو اللي كيجي سائل بزاف. اما هذا كيجي شي شويه ثقيل، داكشي باش قلت لكم ملي كنخلطوه نحطوه هكذا واحد شويه حتى كيتقال لنا، كيولي داير بحال هذا الشكل هذا. هانتوما شو كيفاش كيهبط، كيهبط ثقيل بحال هكا كيهبط، يعني بحال راكم جا داك داك المعقم اللي كنشريوه بحال هكذاك صافي. وكديروا هكا في ديداتكم، ديروه في الصاك ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي خدامات وكيخرجوا كل نهار، حتى هما يديروا هكا في السويك ديالهم، كيتصوب هكا كيطيح رخيص. وكتعرفي راسك شنو صوبتي فيه يعني. وبالنسبه حقا لكم نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، بالنسبه للكل ما تكونش كتقل درجه الدرجه ديالو ديال على 60، يعني يكون 60 دوغري فيه او اكثر، المهم من 60 الفوق باش تصوبوا هذا المعقم، ماشي من 60 للتحت. بالنسبه لرجالاتهم حتى هما كيخدموا، يديروا عاوتاني هكا شي قريعه ويحطوها في الطوموبيل عند رجالاتهم، يبقاو هكا مره يديروا في يديهم، يدوزوا على يديهم، لان هذا احسن من القفازات. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وهنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم ديروا هذا ساهل ماهل، وتعطيوه حتى لوليداتكم مره يدوزوا على يديهم، حيت خصوصا الدراري صغار ما كيكونوش كيغسلوا يديهم بزاف، يعني كيغسلوا يديهم غير الا مشاو ياكلوا ولا شي حاجه. اما ملي كيكونوا كيلعبوا وكيقيسوا هكا فمهم ولا شي حاجه، خصوصا ملي كيكونوا كيلعبوا هكا باللعاب ديالهم ولا هذا. وتا اللعاب البنات حتى هما عقموهم بشويه ديال الخل والماء، واما جافيل والماء، المهم اشاك فوا غسلوا لهم داكشي باش ما يديروهش فمهم. الهايه البنات اللي عندها وليدات صغار كدير الهايه فمها، اللي عندها وليدات صغار مزال بيبين وكيخرجوا لهم سنينات داك الجلده اللي كيعضوا فيها، هادو كاملين عقموا لهم هادوك ديالهم، ما تعطيوها لهمش، طيح لهم في الارض ويهزوها ويديروها في فمهم. حاولوا لانكم تكونوا حريصين، وخا راه زعما الصراحه شحال كنعيا ونحضروا مع الدراري، راه بحال ما كتحضي حتى شي حاجه.
هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى يا ربي تلطف بينا، يا ربي يدير لنا تاويل ديال الخير، ويا ربي يشافي جميع مرضى المسلمين. وغنقول لكم تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي. ودائما تحت شعار خليك في دارك، كاملين يد وحده باش نبقاو في ديورنا. واكيد اللي بغى يدير الخير بالنسبه راه عطى الله كيفاش الحلول كيفاش ديروه، الا كان راجل كيخدم ولا شي حاجه وهو في طريقه يدير الخير. يلا حبوباتي تهلاو في راسكم، تتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي.